أنا مؤخرا من لجنة الصليب الأحمر الدولية. تعمل المولدات الكهربائية البالغ تكلفتها 15 512 ألف دولار أمريكي بطاقة 312 فولت، تم توزيعها على عدد من الآبار الإنتاجية للمياه بهدف تجاوز أزمة القطاع التيار الكهربائي، والذي تسبب في عدم وصول المياه لمعظم أحياء أمانة العاصمة. وخلال التدشين أشار جمعان إلى أن هذه المولدات الكهربائية ستسهم في توفير المياه لعدد من أحياء أمانة العاصمة. من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة مجموعة المهندس مولدات إبراهيم المهدي أن المؤسسة تقوم بتزويد المياه لنحو 2.5 مليون من سكان أمانة العاصمة. يعني تم التواصل مع الصليب الأحمر لمساعدة المؤسسة في تشغيل بعض الآبار بسبب ظروف الكهرباء. انقطاعات الكهرباء سببت لنا أزمة في صنعاء في إمدادات المياه للشبكات، فتم التواصل معهم من ضوء 4 أشهر يعني في نهاية الأحداث، والحقيقة تعاونوا معنا وتم الاتفاق على تمويل المؤسسة وتزويدها ب10 مولدات كهربائية قوة 350 كيلو وات. الحقيقة هذا المولدات تم ترتيبها الآبار الكبيرة ذات الإنتاجية العالية والتي مباشرة ساعدتنا كثير، يعني هذه المولدات في استمرارية يعني إمدادات المياه في بعض أحياء أمانة العاصمة. لا شك أن تضافر الجهود هي الوسيلة المثلى للقضاء على مشكلة المشتقات